كبير إفريقيا في مواجهة كبير آسيا في بطولة الأفرو آسيوية والإنتركونتيننتال. وفد رسمي من النادي الأهلي في استقبال بعثة العين الإماراتية في مطار القاهرة. أهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر أم الدنيا. مباراة الأهلي والعين الإماراتي إذا استمر التعادل في الشوطين سيتم اللجوء لأشواط إضافية، وإذا استمر التعادل سيتم اللجوء إلى ضربات الجزاء لتحديد الفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي. الأهلي يخوض تدريبه الرئيسي غدا على استاد القاهرة ملعب المباراة. أيضا العين الإماراتي سيخوض تدريبه الرئيسي على استاد القاهرة من أجل الاستعداد لمباراة الثلاثاء، المباراة الهامة جدا. مدرب العين الإماراتي: نكن كل الاحترام للنادي الأهلي كبير إفريقيا، ونعلم جيدا بأننا سنواجه فريق قوي من أقوى الفرق المتواجدة في إفريقيا وفي العرب. أيضا العين الإماراتي كامل العدد ولا يوجد إصابات، وإن شاء الله يكونوا متواجدين في بلدهم التاني ونشرف بيهم ويشرفونا في مصر، وبإذن الله الفوز يكون حليف النادي الأهلي. الأهلي وتحفيزات قوية من الخطيب ومارسيال كولر للعيبة النادي الأهلي من أجل الفوز على العين الإماراتي والوصول للمباراة قبل النهائية من كأس العالم أو بطولة الإنتر كونتيننتال والتتويج بالأفرو أسيوية على حساب العين الإماراتية. مباراة تستحق المشاهدة، مباراة هامة جدا، الأهلي المصري والعين الإماراتي. لمن ستكون الغلبة؟ لمن سيكون الفوز؟ من سيسعد جماهيره في إفريقيا ومن سيسعد جماهيره في آسيا؟ متابع المشجع مع أحمد عشاق الأهلي المصري والعين الإماراتي. لايك وشير ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.